السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا وسهلا بكم في قناة صفية عدنان لفنون تريكو. في هذا الفيديو بإذن الله سأشرح لكم طريقة طقم البيبي أو المولود الجديد من بطانية مفرش ووسادة وغير ذلك. سيكون طبعا سأقسم هذا الفيديو إلى ثلاثة يعني أجزاء. في هذا الجزء الأول سأتحدث لكم عن البطانية أو الغطاء. الغطاء طبعا كما ترون هنا يتكون من هذا الوسط الذي هو البطانية، ثم الحافة. هذه الحافة كنا قد يعني سبق أن عملتها في فيديوهات سابقة، وهي بهذا الشكل. أنك ستقومين بعمل هذه التي يعني كنا قمنا بها في فيديو الفستان الصغير، سواء على باصاب او على الماكينه العاديه. فقط هنا اقوم يعني بتحويل. دائما ابدا بعشره غرز، ثم اقوم بالتحويل. حين احول انني احول الى 9 مرات، ثم بعد ذلك اشتغل 4 سطور هنا وابدا بالنقصان، بحيث احول فوق الغرزة، أحمل تلك الثلاث الغرز وأضعها فوق الرابعة. هنا تتشكل عندي ثقاب عند الزيادة، بينما هنا في النقصان لا تتشكل. إذا أردت أنت هذه الثقاب فما عليك إلا أن تفرغي الغرزة الرابعة، ثم تستمري إلى أن تبقى عندك هنا 10 غرز فقط. أنا يعني دائما أحب تغيير الشكل الكلاسيكي للأشياء، فتركتها هكذا بدون هذه الثقاب. في هذا بالنسبة للبطانية ستقومين 40 مرة، بحيث أنها يعني بطانية مربعة. في كل ضلع ستكون هناك 10 وحدات هكذا، ثم يعني ستكملينها، ثم تمرين بهذا الخط من الكروشيه إذا أردت. إذا لم تريدي فاتركيه كما هو. أما بالنسبة للبطانية فأنت ستشتغلينها طبعا سواء على باصاب أو في الماكينة المسطحة. في باصاب ستستعملين إحدى الغرز بالبوسوارات أو الضواغط حتى تعطيك عرض أكبر، بينما في الماكينة العادية التي من تشتغل مثلي بالكارتات فستختارين كارت معين وتشتغلين به. بالنسبة للمقاييس كم وضعت فيها أو يعني كم اشتغلت من سطر، طبعا أنا قمت بالماكينة من 100 إلى 100، يعني الإبر، هذه الإبر كلها هي 200 إبرة. في باصاب ستعملين 180 إبرة كاملة. تلك الضواغط طبعا ستضيف لك عرض أكبر من هذا العرض الموجود في الإبر، كما يحدث أيضا بالنسبة للكارتة. أما في الكارتة فستشتغلين بها بشكل عادي، تشتغلين إلى أن تشتغلين العدد الذي يجعل لك هذه البطانية مربعة. أنا لن أعطيك يعني عدد معين، ولكن سأريك طريقة حساب ذلك العدد. مثلا بالنسبة إلي في هذه البطانية وصلت إلى 370 سطر، لأن كما تعلمين أن هذا الجكر بلون واحد يعطي يختزل السطور، فإذا اشتغلتها بجرزي عادي فسيكون سطور أقل، بينما ممكن أن تغير كارتة فتعطيك السطور أكثر أو تعطيك السطور أقل. كيف تستطيعين أن تحسبي يعني كيف تستطيعين أن تحصلي عليها مربعة؟ طبعا أنت ستشتغلين إلى أن يعني ترفعي هذا الضلع من هنا وتضعينه هنا على شكل مثلث. سأريك في ورقة أخرى مثلا أننا هكذا سنشتغل إلى أن نحس أنها أصبحت مربعة. سأحمل هذا الجانب وأضعه هكذا. حينما يتأكد لي أنها مربعة بهذا الشكل، أن الأضلاع أصبحت متساوية، سأعلم أنني قد أشرفت على النهاية، ولكنني لم أنتهي، لأنني في الكارت حينما أزيلها من الماكينة
سيتضح لي أنها أقصر وأنها ليست مربعة، لهذا دائما سأضيف فوق هذا الحسابات التي عملت سأضيف دائما 30 سطر هكذا. مثلا هنا أنا أضفت كانت هناك 340 ثم أضفت 30 سطر، هذه 30 سطر ستكون إضافية، لأنك عندما تزيلينها من الماكينة وتحسبينها بتلك الطريقة فستجدينها قد أصبحت مربعة، بينما إذا أزلتيها وهي يعني مثلثة في الماكينة ستفاجئين بأنها ليست مربعة. وكذلك في باساب، في باساب لا يمكنك عمل هذه الطريقة لأنك ستشتغلين بوجهين وببوسوارات، لهذا ستستعملين سنتيمتر بحيث أنك يعني تقيسين هذه الجانب الأسفل هكذا، ثم تدخلين السنتيم من بين حافتي الماكينة و تقيسين هذا الطول. إذا اتضح لك أنه يعني متساوي ستضيفين 20 إلى 30 سطر، وهكذا تحصلين على البطانية. كل هذه أنا يعني أصررت على أن أعيد هذا الشرح في الفيديو الموالي، في آخر هذا الفيديو عفوا، لكي يعني تنتبهوا لهذه النقطة بالتمام. الآن سأريكم بالسنتيم العدد لكي يتضح لكم أنها كانت فعلا مربعة. انظروا هنا، هنا تقريبا 52 سنتيم، أنا طويتها على يعني حوالي 52 سنتيم، طويتها على 4، لأن لا يمكن مع تسجيل أن أريها لكم كاملة. 52 على 52، يعني هذا الربع فيه 52 على 52 سنتيم. وممكن إذا عملتي يعني كارتة أخرى يمكن أن تعطيك عرض أكبر، ليس يعني هذا العرض ليس محدود كما ترينه في فيديو أو في عملي أنا. هذا بالنسبة للملاية. بعد ذلك ستقومين عند الانتهاء بالتركيب. أول شيء في عند إنتاج هذه الملاية أننا نشتغل كما قلت لكم، هذه الحافة هي الأولى نشتغلها ثم نركبها في الماكينة، نركبها هي الأولى بحيث يعني بالقلابة الثلاثة أضع 3 غرز، ثم أترك 2، ثم أضع هذه الحافة على 3 هكذا. لماذا؟ لأن هذه الـ2 ستبقى ثقبة لأمرر من خلالها شريط الساتان هذا، ثم أشتغل البطانية عادة. وعند الانتهاء يعني أضع أيضا طرف الحافة الأخرى هكذا، سأضع هذا بنفس الطريقة ثم أغلق، سأغلق فتبقى تلك الفتحات. بعد ذلك سأركب هذا الجانب أيضا وأضع فوقه الحافة وأغلقها والجانب الآخر، وهكذا أنتهي من البطانية في الماكينة، ثم أقوم بالعمل الذي يليها. أنا أريتكم هذا يعني عمليا على الماكينة بعد هذا الشرح، لأن هذه هي الخطوة الوحيدة التي يعني لا تعرفونها بخصوص هذه البطانية. ثم بعد ذلك تكوينها، تدخلين هذا الشريط وتقومين يعني حسب رغبتك وحسب ذوقك بعمل هذه التطريزات أو أي نوع من الزواق أو التطريز أو أي شيء. وهكذا نكون قد انتهينا من بالنسبة للغطاء أو البطانية. فأنا عملت كما ترون هنا يعني الماكينة كاملة من 100 إلى 100، واشتغلت بهذا الكارت، وكلما اشتغلت بكارت يعني هذا الكارت الشكر بلون واحد يعني تختزل السطور، فتحتاجين إلى وضع عدد كبير من السطور حسب الكارتة. في هذه الملاية أو الغطاء أنا اشتغلت هنا كما ترون 370 سطر تقريبا حتى أصبح هذا الغطاء مربع. كيف أعرف أنه مربع؟ أنني يعني أطويه بهذا الشكل هكا، أطويه مثلث
هكذا، فيتضح لي انه مربع. اذا اشتغلتيه يعني بجيرزي عادي اعملي نفس الطريقة. اذا اشتغلتي باي كارت يجب ان تشتغلي حتى يصبح بهذا الشكل، اي تصبح كل اضلاعه متساوية على شكل مربع، لانك كلما اختلفت الكارت كلما اما تزيدين في السطور او تنقصين. الان ساريكم طريقة تركيب الحافة، يعني طريقة خاصة بي حتى لا يعني تزعجك الخياطة، وطريقة كيف إخفاء الخياطة سأريك كما ترين هنا. كما قلت لك في كل ضلع لهذه هذا الغطاء عملت 10 من هذه الوحدات، يعني 40 وحدة للبطانية كاملة. اركبها بهذا الشكل هكذا، دائما اترك 2 واحمل 3 واضعها على هذه 3 هكذا، اترك 2 واستمر الى ان، واحاول دائما ان يعني ان اركب هذه 10 كلها في هذه في هذا الضلع بإكماله، حتى إذا يعني جمعت الغرز بهذا الشكل فلا بأس، لأنك يعني كما تعلمين أن هذا النوع من الجاكر هو كلما عندما تزيلين من الماكينة يعطيك عرض مزيد من العرض، لهذا تصبح يعني تصبح الحافة متساوية. إضافة إلى المكواة فهي تكمل ما تبقى من العمل هكذا إلى أن أكمل كل السطر، ثم أبدأ بالإغلاق بشكل عادي. ولا أنسى أن أعلق يعني أول غرزة غلقتها هنا حتى تبقى يعني هذه يعني الحافة تبقى مستقيمة ولا تنكمش. كما ترين هنا عندما أغلق هذه الغرز فالغرز الثلاثة يعني تلتصق بالحافة، بينما الاثنتين تغلق لوحدها لكي تشكل لدينا ثقب لعمل شريط الساتان. هاي كما ترون سأريكم هنا، هذه هي الثقب هنا مكان تلك الغرزتين التي لم أضع عليها الحافة. هذه هي طريقتي في وضع الحافات على البطانية. طبعا سأعملها هكذا، أنا بدأت في البداية وضعت الحافة هنا مباشرة واشتغلت البطانية، وضعتها على هذا الوجه، وإذا أردت أن تضعها حتى على الوجه الآخر فلا بأس. ثم عند نهاية البطانية كما ترين وضعت الجزء الآخر من الحافة، بعد ذلك سأركب هذه الجوانب الأخرى، جانب هذا الجانب والجانب الآخر، وأركب فوقه الحافة بهذا الشكل وأغلق، وبهذا تكون البطانية قد انتهت، فيبقى التطريز والمكواة وتركيب الساتان.